السلام عليكم خوتي، لاباس عليكم. انا عبد الكريم كربازي من هذيك الحادثة ديال القريب. الحمد لله سلكت، كان ربي مكتب لي مازال في العمر. الحمد لله سلكت هاد الشيء بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذه هي. انا كنصح الناس اللي باش ما يغامروش بحال هاد الطريقه اللي درت انايا. مشيت بلا ما نفكر، مشيت انني غادي نبني حياه جديده ونعيش في سعاده، لكن انني في التالي ملي وصلت الحقيقه ما كاين والو. شفت الموت انك صافي كتوصل للحقيقه، ما كتبقى لا فلوس ولا مال ولا حديد ولا صافي، كيبقى الا تمنى انك توطى في البر وصافي وتشوف المهمة ديالك. ود بالنسبة علاش مشيت، انا حرقت من هنا، هاجرت للمغرب، ما لقيتش خدمة، بزاف الحوايج اللي ما تحققوليش هنايا. بغيت، كانت عندي طموح نمشي لهيه ونحققهم. كتسمع بانك واحد مشى لهيه خدم عام عامين، جاب ورقو، جاب طوموبيل، بزاف دار دار. كتشوف هنا اخوك ما عندوش، عنده وليدات، كاري وخدام مثلا واحد مزرق قليلة. كتجي يلا مع الكريا والضو والماء والوليدات باش يكسيهم الله يقريهم وباش يعيد. مستحيل كتشوف بحال خوك هكاك كتقول انا نمشي نخرج من هنا، ما عنديش خدمة. تشوف خوك ضايع قدامك صافي، كتخرج تقول انا نمشي ندبر على راسي بانني نبني حياة جديدة، وانت انا ندير الدار وندير الطوموبيل وندير وليدات ونعيشهم مزيان ونقريهم. وهذه هي اللي خلتني نهاجر المغرب. ومشينا من انا وواحد الدري مسكين ولد عمي مصطفى كازازا الله يرحمه، مش عارف، مشيت انا وياه قطعنا من البيت، مشينا مع الجيب تمازنا الهرم. جلسنا تقريبا شي 15 يوم ولا تلاقينا مع واحد السيد، تفاهمنا حنا وياه صافي، قالنا غادي نديكم توصلوا بخير ولا خير ما طلعنا مليح. صافي جلسنا شي 15 يوم ولا وعيطنا، دخلنا في الليل حد 12 نتاع الليل، وصلنا لقينا القارب فعلا كيتسنانا تم. طلعنا كنا غاديين بخير ولا خير صافي. كنت انا يا كنت ماشي انا و بعدا نقول لكم انا واش كنت ماشي من الاول. ركبت انا يا محمد طالبي عبد السلام عزي عبد الرحيم الاحمر هشام القرع محمد محمد الرابحي. المهم كنا حنا 8، كاين معانا داك المسي ديالي ما كنتش عاقلو اسميه مسكين الله يرحمه، معانا محب بن حمد الابيض. صافي حنا كنا 9، سلكت الا انا من صافي هما 8 الله يرحمه مساكن. صافي الناس اللي كتقول بانك تحرقوا او ضربوهم، راه داكشي غير الكذوب اخوتي. اتقوا الله ولا تقولوا لهم مازال الناس حيين وانتم ما عارفين والو عليهم. راكم كتحرقوا والديهم مساكين، كتوليو طمعوهم وتفرحوهم، في التالي كيوليو ينكدوا راح شوما. هادشي راهم الدراري كانوا معانا وتقلبنا، والدراري كاملين هادو اللي قلتهم كانوا معانا وتقلبنا. باش نقول لك انهم ماتوا ولا حيين الله اعلم. حنا تقلبنا في الليل ما صافي، تلفنا على بعضياتنا كلها، كيقول نفسي نفسي صافي. كل واحد شد الطريق، كتدبر على راسك منك، واخا يكون خوك او باك كاع ما غاديش تقدر ديرلو شي حاجه. والسلام عليكم وتحياتي، ونشكركم الله يحفظكم. وكنتمنى الشباب باش ياخذ العبره، انها شي حاجه تمشي تبيع عمرك رخيص في البحر تروح راسك، راه شي حاجه. فكر لوالديك هما الاولين باللي انك غادي تكسر راسك وتكسلهم معاك. ولا بغيت تفكر خويا تمشي للخارج ولا لبرا ولا دير شي حاجه تكون قانونيا
ولا المهم شي حاجة آمنة اللي غادي تعرف راسك ما غاديش تتزرف أو تموت، تمشي المهم بالعز باش تبيع روحك رخيص في البحر خويا، البحر ما يرحمش. وهذه هي، والله يحفظكم خوتي، والحمد لله أنني بقيت عايش نعاود لكم هذه الحكاية. الله يحفظكم، تحياتي، الله يعاونكم خوتي.